السلام عليكم مرحبا بكم، ان شاء الله تاع اليوم يلقاكم خير وعلى خير. اليوم رانا حابين البور تاع زموري، دينا معنا دراري بيان سور. الساعه راهي 9:30، قلنا راح نطلبوا دوره ونريحوا شويه في البور مع الدراري. هذا وين لحقنا الدراري، يفرحوا بزاف سورتو كي يشوفوا هكا البوابر فلايك وكاع. لي بصح كنا نعسو فيهم باسكو شويه فيها شويه ريسك، خافي كاش واحد يمشي ما جيت الفلايك ولا ويطيحوا ونعشو يعني في ندامه. دونك لازم لي يجي لهنا لازم يعسو وليداتو من بزاف هكا باش ما يصراوش هكا مشاكل. والحال كيما راكم تشوفوا كان حال شويه مغيم، وانا كنا ناخذوا دي فوتو تصورنا ودري كذلك فرحوا بزاف. كما تعرفوا واحد كي يجي بلايص هكايا ولا لازم ياخذ دي فوتو هكا باش يقعدوا له ذكريات هكايا مع وليداتو ولا مع ولاد خاوتو ولا. وكان فريمون بلاصه شابه، واحد يبدل شويه. وانا دلالي جاعوا جبت لهم الكسره محشيه وعجبوهم الحال، سورتو راهم ياكلوا ويتمتعوا بالمنظر كما راكم تشوفوا. ومشي دايما العمان ولا كما قلت لكم، اليوم كان نهار مغيم دوك نبدلو شويه وكملناها بلي كلاص كما راكم تلاحظوا. وهنا رانا راجعين ومانطون نستمتعوا بالمنظر تاع الغابه، سورتو كي تشوفوا حاجه خضراء هكا ترجع لكم الروح. ان شاء الله يكون فيديو خفيف ظريف. ولا البنات وهنا رجعنا للدار كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بفيديو تاع اليوم، ومبقى لي غنقول لكم ما تنساوش الجيم والاشتراك يدخلوا جدد، ومع السلامه.